بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا التمرين الجديد من امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. هذا التمرين موجه إلى تلامذة الشعب العلمية مادة العلوم الفيزيائية، وهو تابع للوحدة 2 التحولات النووية. للإشارة، فإن كل هذه التمارين التي أقدمها لكم هي مرتبة في البلاي ليست حسب الوحدات، إذن ما عليك إلا النقر على خانة البلاي ليست واختر الوحدة التي تريد الدخول إليها. هذا التمرين من دورة 2021. إلى النص مباشرة، هذه هي المقدمة. السبانخ معروف في الجزائر بنبات السلق، أحد أهم المأكولات الصحية. قد تتلوث بعض العناصر المشيعة كاليود مثلا، وتعتبر السبانخ غير ملوثة باليود 131 المشيع إذا كان نشاطه لا يتعدى 2000 بكريل في الكيلوغرام الواحد كحد أقصى مسموح به. أراد فريق من العلماء اليابانيين دراسة التناقص الإشعاعي لليود 131 المشيع في عينة من السبانخ الملوثة، وتحديد المدة التي يجب انتظارها لتناولها، بعد أن ورد إليهم عن طريق وسائل الإعلام التي غطت الكارثة النووية لمحطة فوكوشيما اليابانية في يوم 11 مارس 2011. ورد في وسائل الإعلام أن معدلات التلوث بالإشعاع النووي الذي أصاب المزارع قد تجاوز في بعض الأحيان 10 مرات المعدلات المسموح بها. معلومة، يتراوح نشاط اليود 131 المشيع في السبانخ بين 6100 بكريل و 15020 بكريل في الكيلوغرام الواحد. ومثل بيان تطور لوغاريتم آن على آن صفر بدلالة الرمز تي لليود 131 المشيع الشكل هذا، حيث آن صفر عدد الأنوية الابتدائية في العينة المشيعة، وآن عدد الأنوية المتبقية في هذه العينة في اللحظة تي. وهنا تبدأ الأسئلة، وكما تعودنا لا أقرأ كل النص دفعة واحدة. ستأتي هذه الأسئلة واحدة تلو الأخرى مع جواب كل واحدة منها. إذا أردت أن تقرأ النص كاملا فما عليك إلا إيقاف الفيديو في هذين المشهدين. اقرأ النص جيدا، حاول أن تجيب على هذه الأسئلة، وبعد ذلك ارجع إلى الأجوبة. السؤال الأول، بعد أن أعطوني هذا التمثيل أو هذا الشكل الذي يمثل تغيرات لوغاريتم آن على آن صفر بالنسبة للزمن، طرح السؤال التالي: اشرح الجملة الواردة في وسائل الإعلام إن معدلات التلوث بالإشعاع النووي الذي أصاب المزارع قد تجاوز في بعض الأحيان 10 مرات المعدلات المسموح بها. ما معنى هذا الكلام؟ الجواب هو التالي. إذا لا تنسى أن تضع دائما جملة الإجابة ورقم السؤال في ورقة الإجابة. نشاط اليود المشيع في المزارع قد تجاوز في بعض الأحيان القيمة المسموح بها. إذا القيمة المسموح بها هنا تجاوزت 10 مرات، والقيمة المسموح بها كورد في بداية النص. السؤال الثاني، ينتج عن تفكك نواة اليود اي 131-53 نواة الإكزانون XE-AZ بنمط إشعاع بيتا ناقص. إذن اليود هذا يتفكك إلى الإكزينون بنمط شعاع بيتا ناقص. السؤال، اكتب معادلة تفكك نواة اليود وعين قيمة كل من A و Z. مادام ذكروا لي نمط الإشعاع فمن السهل كتابة المعادلة، معادلة تفكك. إذن الجواب، جملة الإجابة ورقم السؤال، وهذه هي المعادلة: اليود يعطيني الإكزينون
زائد ماذا؟ إذا كان نمط الإشعاع هو بيتا ناقص، نحن نعرف أن بيتا ناقص ينتج عنه تفكك النواة وإصدار إلكترون، إذا ما كان علامة الاستفهام سيكون هناك إلكترون. في هذه الحالة العدد الكتلي يبقى محفوظ، معناه يبقى على حاله، معناه أن A تبقى 131 ولكن زاد يزيد بواحد، من 53 يصبح 54 لأن زاد يزيد بواحد إلكترون، وهي المعادلة الكاملة. إذا لاحظوا الإلكترون الصادر عن تفكك اليود، لماذا هنا 54؟ لأن يجب أن يكون انحفاظ في العدد الذري، إذا هنا عندي 53 في الطرف الثاني يجب أن تكون 53، إذا لهذا وضعنا هنا 54 بحيث 54 ناقص واحد تعطينا 53. السؤال 2-2، اعتمادا على قانون التناقص الإشعاعي جد العلاقة بين زمن نصف العمر تي نصف وثابت النشاط الإشعاعي لامدا. الجواب، جملة الإجابة هكذا ورقم السؤال مهم جدا. نحن نعرف أن قانون التناقص الإشعاعي هو هذا، يجب أن تكون حافظه عن ظاهر قلب. إذا عوضنا تي بتنس يكفي أن أكتب هذه العلاقة من جديد، ولكن أعوض تي بتنس هنا وهنا. إذا من هنا سنتوصل إلى إيجاد العلاقة بين زمن نصف العمر تنس وثابت النشاط الإشعاعي اللي هو لامدا. لامدا هو هنا في أس الدالة الأسية. أن تنس يساوي أن صفر على 2 لأنه نصف العمر، إذن التفكك بعد انقضاء نصف العمر هو عدد النواة الابتدائية على 2، ويجب أن يساوي ان صفر اكسبونونسيال ناقص لامدا في تي نصف. من هنا نستخرج اكسبونونسيال الدالة الأسية تساوي نصف بعد اختزال ان صفر من هنا ومن هنا. يبقى لي استنتاج لامدا من هذه العبارة، هنا لابد من إدخال اللوغاريتم، إذا ناقص لوغاريتم الدالة الأسية هذه هو ناقص لامدا تي نصف، ولوغاريتم نصف ولوغاريتم واحد ناقص لوغاريتم اثنين. لوغاريتم واحد يساوي صفر وتبقى لي لوغاريتم اثنين بالناقص، ومنه لهذا كتبنا هنا لوغاريتم نصف، ومنه فإن ناقص لامدا تي نصف هذا الناقص ينعدم مع ناقص لوغاريتم اثنين، إذا تبقى المعادلة بإشارة موجب وموجب. إذا لامدا تي نصف تساوي لوغاريتم اثنين، وها هي تي نصف تساوي لوغاريتم اثنين على لامدا. ها نحن عبرنا على زمن نصف العمر تي نصف بدلالة ثابت النشاط الإشعاعي. إلى السؤال الثالث، أعطى قياس نشاط لعينة من السبانخ كتلتها 1 غرام المأخوذة من مكان الحادث القيمة 8 بيكرال في لحظة نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة. السؤال، أحسب عدد الأنوية N0 فتحة لليود 131 المشع المتواجدة في عينة كتلتها 1 كيلوغرام من السبانخ الملوثة باليود. فهم السؤال هو نصف الجواب، إذن عليكم دائما أن تتريثوا وتفهموا السؤال جيدا، ما هي المعطيات وما هو السؤال. إذن الجواب على هذا السؤال، نكتب جملة الإجابة حتى ولو كانت طويلة ونبدأ في التحليل. تذكير كذلك هنا، هذا غير مطلوب في ورقة الإجابة ولكن أذكركم به حتى تفهموا الحل. نعرف أن النشاط الإشعاعي الذي نرمز إليه بأتي لعينة هو التفككات التي تنتج في الثانية الواحدة، هذا مهم لكي تفهم الحل. إذا لم تكن تذكرت هذا التعريف ربما يصعب عليك الحل. نحفظ عن ظاهر قلب هذه الصيغة أو العبارة،
للنشاط الإشعاعي الذي يساوي ناقص مشتق ان تي بالنسبة للزمن. ان تي هي التناقص الإشعاعي وهذا قانونه. من هنا نستنتج إذا قمنا باشتقاق هذه العبارة بالنسبة للزمن نحصل على أولا مشتق ناقص لامضة تي هو ناقص لامضة، مع هذا الناقص عندنا زايد في ان صفر فتحة في اكسبونونسيال ناقص لامضة تي. كل ما قمنا به قمنا باشتقاق هذه العبارة لنحصل على النشاط الإشعاعي أتي. ومن هنا فإن أتي تساوي أ صفر اكسبونونسيال ناقص لامضة تي. عوضنا لامضة ان صفر فتحة بأ صفر. ماذا تمثل هذا الأ صفر؟ أ صفر هو النشاط في اللحظة تي صفر أي النشاط الابتدائي. ومنه فإن أ صفر تساوي لامضة ان صفر فتحة. لماذا استعملت هنا ان صفر فتحة عوض ان صفر؟ لأن هنا في السؤال الرمز هو ان صفر فتحة. إذا عرفت أ صفر ولامضة عرفت ان صفر فتحة، ولكن كيف لي أن أعرف أ صفر بينما لامضة أعرفها لأن قمنا بحسابها سابقا؟ إذا نواصل. ان صفر فتحة يساوي أ صفر على لامضة. النشاط الابتدائي لواحد غرام في تي تساوي صفر هو 8 بيكرال. كيف عرفت أن 8 بيكرال هي النشاط الابتدائي؟ لأن هذا آتي في النص، ولكن بتستر قيل لي أعطى قياس نشاط لعينة من السبانخ كتلتها 1 غرام مأخوذة من مكان الحادث القيمة 8 بيكرال في اللحظة نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة. معناه هذه القيمة في اللحظة تي تساوي صفر هي النشاط الابتدائي. أن هذا هو النشاط الابتدائي لأنني نحتاج إلى النشاط في اللحظة تي تساوي صفر معناه النشاط الابتدائي، ولكن أعطوني بالنسبة لواحد غرام وأنا أحتاج إلى 1000 غرام. لماذا؟ لأن هنا عندي في السؤال 1 كيلو غرام. إذن هنا نضرب هذا 8 في 1000 لأننا عندنا 1 كيلو غرام، 1 كيلو غرام هو 1000 غرام. إذن ها هو النشاط الابتدائي لواحد كيلو غرام معناه في اللحظة تي تساوي صفر هو أ صفر يساوي 8000 بيكرال. إذا عرفت هذا اهتديت إلى الجواب. وعليه فإن عدد أنوية اليود 131 المشع، ولكن نبحث عنه خلال يوم واحد لأن عرفنا أن نصف زمان الإشعاع هو 8 أيام. إذن لابد أن أحصل هنا على أن صفر فتحة باليوم، ولا يمكن أن يكون بالثانية لأن لو كانت ثانية واحدة لكانت أ صفر تساوي 8 وانتهى الأمر، لكن هنا نأخذ لمدة يوم. هذا بعد أن قرأنا النص كاملا وتشبعنا بالمعطيات. هنا لا يمكن أن تأخذ واحد ثانية وإنما يوم كامل. اليوم فيه 24 ساعة والساعة فيها 3600 ثانية. إذن أ صفر تساوي 8000 في المدة الزمنية اللي هي يوم واحد على 0.0866. النتيجة أن صفر فتحة تساوي 8 في 10 أس 9 نواة. لا تنسى الوحدة. إجابتك في الفيزياء بدون وحدة ناقصة، وبالتالي لن تنال العلامة كاملة. دائما ضع الوحدات في المقادير الفيزيائية صوب عينيك. ما معنى هذه النتيجة؟ أن عدد الأنوية لليود 131 المشع المتواجدة في 1 كيلوغرام من السبانخ الملوثة هو هذا العدد. إذن 8 في 10 أس 9 نواة، ولا تنسى الوحدة لأن إجابتك في الفيزياء بالنسبة للمقادير الفيزيائية بدون وحدة لا قيمة لها. 2-3 جد أصغر مدة زمنية يجب انتظارها لتناول السبانخ. الجواب جملة الإجابة
من السؤال 2 3 توصلنا إلى هذه العبارة. أرجع إلى إجابة 2 3 ستجد هذه العبارة. لماذا هذه العبارة؟ لأنني أريد استنتاج تي، ومنه فإن تي تساوي 1 على لمضة لوغاريتم ان صفر فتحة على ان تي. نعرف ما معنى ان صفر فتحة وما معنى ان تي. كذلك ا تي تساوي لمضة ان تي. ا صفر وجدنا أن عبارتها هي لمضة ان صفر فتحة. من هنا نعود إلى هذه العبارة ونستبدل ان صفر فتحة وان تي بقيمتيهما. ان صفر فتحة من هنا تساوي أ صفر على لامدا، هيا، وان تي من هنا تساوي أ تي على لامدا. إذا النتيجة النهائية تي تساوي تي نصف على لوغاريتم 2 لوغاريتم أ صفر على أ تي. لماذا تي نصف على لوغاريتم 2؟ لأن وجدنا في السؤال السابق أن تي نصف يساوي لوغاريتم 2 على لامدا. إذن كم تساوي تي لما نقوم بالتطبيق العددي؟ هنا عود إلى النص وقرأ هذه الجملة لأنها مفيدة، وتعتبر السبانخ غير ملوثة باليود 131 المشيع إذا كان نشاطه أ لا يتعدى 2000 بيكرال في الكيلوغرام الواحد كحد أقصى مسموح به. بالطبع هنا لم يعطوك أتي، ولكن هذه الأ هي هذه أتي. ونعرف أ صفر من السؤال 2 2. إذن ما علينا إلا القيام بالتطبيق العددي. تي تساوي، وجدنا التي نصف أنها 8 أيام على لوغاريتم 2 في لوغاريتم أ صفر، هي قلنا 8000 بالنسبة لي 1 كيلوغرام، لأن هنا عندنا 1 كيلوغرام، 8000 هي أ صفر بيكريل على القيمة التي لا يجب أن يتخطاها التلوث باليود المشع 2000، هي معطاة هنا. ومنه فإن تي تساوي 16 يوما. إذن هذه أصغر مدة زمنية يجب أن ننتظرها لنتناول السبانخ. سؤال 3 3 والأخير، حدد تاريخ بداية استهلاك هذا السبانخ، علما أن نتائج فريق البحث كانت في تاريخ 11 مارس 2011. هنا المطلوب هو التاريخ، معناه في أي يوم من أي شهر في أي سنة. هنا عرفنا أن لا يجب أن ننتظر 16 يوما. هذه النتيجة ظهرت في 11 مارس 2011، إذن يجب أن أضيف هذا 16 يوم إلى هذا 11 بحيث تصبح 27 مارس، ولكن 27 مارس تنتهي 16 يوم، ولهذا يجب أن أضيف يوما آخر حتى أتناول السبانخ. إذن الجواب يكون كالتالي، بعد انتظار مدة 16 يوما من تاريخ 11 مارس 2011 يمكن استهلاك السبانخ في اليوم الموالي والذي يوافق 28 مارس. هذا كل ما في الأمر. إذن هذا هو حل هذا التمرين، وإلى اللقاء في تمرين قادم. أتمنى لكم التوفيق، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد إذا كانت هذه التمارين تنال اهتماماتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.